ما أفهم، نرجع معكم من جديد لقيت هذايا باش نمشي ونحكي فيه شوية بالسياسة. اسمعونا بالسياسة. صفقة الكمامات كما حكينا بكري شوية، الصفقة الوحيدة بتتخلي اللي خرجت للرأي العام التوى وحلين في الصفقة هذية بين شبهات فساد. ليه ما فيهاش شبهات فساد؟ سي محمد عبو المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وزاد كيف كيف الوزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحكمة ومكافحة الفساد هبط الانستاتو اللي كان الرد عليه قوي برشا من برشا جهات. اليوم نحكيه على المطالبة باستقالة محمد عبو. من جهة أخرى نلقاو الاتحاد الشعبي الجمهوري يرد على التصريحات هذية، ذيك علاش حابين ناخذوا توضيح أكثر نفهموا شنية الحكاية من عند سي صيف الله الناطق الرسمي باسم الحزب اتحاد الشعبي الجمهوري. صباح الخير ومرحبا. صباح النور. مرحبا بك. وبيك اسمي سامي خلف الله. سامي سامحني سي سامي، مرحبا بيك، اهلا وسهلا. يعيشك بي سي سامي. انتوما لك اتحاد شعبي جمهوري اليوم تتهموا انه محمد عبو يبيض في الفساد، كيفاش؟ شوف ساك، مرحبا وصباح النور مدام يلدس ولجميع المستمعين. نحب ناكدوا انه الحكومه في ما اصطلح على تسميتها بفضيحه الكمامات اخطات مرتين في تعاملها مع هذا الملف. الخطأ الأول قام به ابتداء رئيس الحكومة لما استبق نتائج تقارير الهيئات الرقابية الإدارية والمستقلة وأحكام القضاء، وتضامن بطريقة واضحة في حواره التلفزي مع وزير صناعته، بل وتهجم على كل من وصف سلوكه بشبهة فساد ووصفهم بالصيادين في الماء العكر. هذا هو الخطأ الأول. أما الخطأ الثاني فقام به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو لما تمادى في تبرير شبهة الفساد لوزير الصناعة ووصفها بالإخلالات، بالرغم من تأكيد تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية على وجود 7 مخالفات وتجاوزات كبرى، منها مثلا تسريب معلومات ممتازة وعدم احترام لتراتيب وإجراءات الصفقات العمومية وعدم احترام لمبدأ المنافسة ووجود تضارب مصالح. التقرير كان أكد على وجود تضارب مصالح. فيما يخص شنو تضارب المصالح؟ تضارب مصالح في علاقة بالسيد النائب. السيد النائب كما نعرفه هو نائب وفي الآن وقته عنده مصنع وقام معناها يدخل في صفقات ربحية مع الدولة اللي القانون يمنع ذلك، وكل هذه التجاوزات تنضوي قانونا تحت مفهوم الفساد. والغريب أن السيد وزير محمد عبو أراد مغالطة الرأي العام والتستر على الفساد وتبييضه باستعمال أولا مفردات أخرى من قبيل الإخلالات، في حين هو التوصيف هو شبهة فساد. القضاء أما الهيئات الرقابية تقر بوجود إخلالات قانونية. إيه المشكل في اللعب على المفردات. اي جوستوما حتى لهنا استعملنا نفس المفردة اللي هي الإخلالات. شوف اسمعني، راهو انا كنت بديتك بالخطأ الاول لانه من الخطأ انه يطلع رئيس حكومة بصفته تلك ويوصل يعطي تصريحات اللي يتهجم فيها على من وصفوا هذه الممارسات بشبهة فساد. والحال انه استبق وتعرف ممكن يأثر حتى على التقارير سواء الهيئات الإدارية ولا الهيئات المستقلة وحتى على أحكام القضاء فيما بعد. هذا هو الخطأ الأول. لكن كلنا نعرف أن مفهوم الفساد، أنا كنت بفورماسيون عن طريق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المجال هذا، وكلنا نعرف أن التوصيفات والإخلالات اللي أكد على تقرير الهيئة العامة تدخل في باب الفساد. احنا توما احنا مش نحكم لكن نقولوا شبهة، وحتى كلمة توصيف شبهة فساد محكم. والتبرير الثاني بالنسبة للسيد محمد عبو باستعمال حجج واهية من قبيل غياب التعمد، غياب المصلحة الشخصية، وجود حسن النية واتباع توجيهات السيد رئيس الحكومة، لأن كنا نعرفه أنه رئيس الحكومة نفسه اعترف لي وعطى توجيهات لوزير صناعته في الحكومة باش يعجل بهذه الصفقة لمليونين كمامة في غضون أسبوعين. والسبب من وراء ذلك هو دفاعهم على وزير الصناعة وكذلك دفاع السيد محمد عبو على وزير الصناعة وعلى رئيس الحكومة على حد السواء، لأنه لو سقط الوزير وزير الصناعة لسقط رئيس الحكومة بالنظر لاعترافه علنا
في الحوار التلفزي اللي كنت أشرت إليه أنه أعطى توجيهاته للوزير للتصرف في غضون أسبوعين، وبرر هذا بحالة الحرب اللي تخوضها البلاد على الكورونا. لذلك احنا كاتحاد شعبي جمهوري نقدروا انه رئيس الحكومة وضع نفسه في مأزق حقيقي، فلا هو يستطيع إقالة وزير الصناعة لأنه مشارك معه في شبهة الفساد، وزير رئيس الحكومة مشارك في شبهة الفساد لأنه تفتر وأنه أعطى الأوامر أو التوجيهات أو سميها ما شئت التعليمات لوزير الصناعة نتاعو ليتصرف. وهنا راهو نحب نأكد على حاجة، راهو حسن النية لا يعفي من المتابعة القانونية. ينجم إنسان يدفع شخص من فوق السطح يطيح يقتله ويبرر ذلك بأن نيته كانت حسن حاجة باش ينقذه. راهو القانون شيء وحسن النوايا شيء آخر، احنا هنا ماناش بصدد الحديث عن حسن النوايا. وفي المقابل كذلك رئيس الحكومة لا يستطيع دفع وزير الصحة للاستقالة كما نجمش يقيله من منطلق تحمله للمسؤولية السياسية والأخلاقية. الكلنا نعرفه أنه ثم مسؤولية بعيدا عن التفاصيل القانونية، ثم مسؤولية سياسية. وهنا نحب نذكر بمثال أو أمثلة حتى السيد عبد الرؤوف الشريف اللي كان وزير الصحة السنة الفارطة في 2019 قدم استقالته على إثر فضيحة وقضية وفاة الرضع في مستشفى الرابطة، في حين كلنا نعرفه اللي هو ما عندوش مسؤولية مباشرة لأنه أحد منظوره قام بالأخطاء هذه، وربما تكون أسباب هذا الملف في علاقة بفترات سابقة لتوليه الوزارة. مثال آخر استقالة ولي باجة على خلفية حادث حدود، شنو هو علاقته لولا أنه تحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية مسؤولية المنصر في مصر. وزير النقل في سنة 2018 استقال احنا سيسمي الثقافة هذية مازالت ما عناش برشا عند بعض السياسيين ولا الناس اللي شادين مناصب عليا في الدولة، ثقافة الاعتذار وثقافة الاستقالة وقت اللي يحس بروحه أنه قصر في بعض مهام. شوف عندنا الثقافة هذه دليل، أعطيتك مثال لوزير صحة تونسي سنة الفارطة فقط استقال، ولوالي باجة على خلفية حادث عمدون تونسي هذا ما هوش من دولة أجنبية. لكن الإشكال هنا تم تضامن يسميه تضامن، لكن التضامن راهو في إنقاذ الشعب التونسي بالوضع الكارثي اللي هو فيه، تضامن الحكومة مع بعضها مش في التستر وتبييض الفساد. لذلك نحب نأكد أنه تورط وزير مكافحة الفساد معه في سياسة الهروب إلى الأمام وتبرير وتبييض الفساد هو الذي لطالما رفع حزبه شعار محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين. مفهوم. كنا نعرفه مش أنا نقول فيه، الإطلالات اللي ملأت الدنيا وشغلت الناس وأقامت الدنيا لم تقعدها في ملفات أقل من هذه للحزب اللي ينتميله في البرلمان. مفهوم. أين صوت السيدة سامي عبو؟ وأقل من هذه ملفات أقامت الدنيا لم تقعدها. بيه. ولكن معناها أنتم اليوم سي سامي كاتحاد شعبي جمهوري بماذا تطالبون؟ احنا شوف احنا نعتقد انه اكراءات واغراءات الحكم منيع ولكن ليس بهذا الشكل الفارح، ومن هنا جاءت مطالبه الاتحاد الشعبي الجمهوري باقاله وزير الصناعه وحتى وزير مكافحه الفساد ومطالبه كذلك رئيس الجمهوريه بتحمل مسؤوليته في تطبيق القانون على الجميع مهما كانت مناصبهم، حمايه للدستور وترسيخا لدوله القانون والمؤسسه. هذا هو راينا. واضح مفهوم جدا. شكرا لك سي سامي خلف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الشعبي الجمهوري، هدايا في رد على التصريحات الأخيرة في وزير مكافحة الفساد سي محمد عبو بيان سور، ونحكي على صفقة الكمامات كانت هذه بالسياسة بالنسبة لليوم. نصلها 52 دقيقة موزيكا وراجعين.